نروح لبقى موضوع آخر. وفي طالبة اسمها روفان أشرف، هي طالبة بقسم تصميم الأزياء بكلية فنون تطبيقية جامعة دمياط. عملت مشروع تخرج مبتكر جدا. المشروع ده عبارة عن تصميم فساتين سهرة بس ذكية بتدعم التدفئة للجسم. الفكرة أنها بتستخدم سخان آمن، زي سخان آمن كده، مكون من 8 شرائح وموجود جوه طبقات الفستان. ده بيوفر تدفئة مناسبة للجسم، كمان صديق البيئة، وبيتشحن بباور بانك. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. فكرة مشروع تخرجي بعنوان استغلال التكنولوجيا الحديثة في تصميم ملابس سهرة تدعم التدفئة للجسم. فكرة المشروع جات لي ان انا كنت عايزة اعمل حاجة بتأدي خدمة للشخص اللي لابسها، بتأدي غرض للشخص او بتقضي حاجة عنده. دلوقتي اول حاجة جت في دماغي ان انا استخدم شرايح اسمها الكربون فايبرز. دي شرايح متوزعة على الجسم بالكامل، بتوفر التدفئة والتدعيم للجسم. الشرايح دي مرنة جدا، قابلة للغسيل، ممكن تتخيط في الهدوم، ممكن تتكوى، بس طبعا كل ده بدرجه حراره معينه. ممكن اودي فستان دراي كلين عادي جدا، ممكن بعد كده ان انا افك الشرايح دي اصلا من الفستان ده، بلس ان هو اصلا اوريدي بيتغسل بس بدرجه معينه، زي مثلا موبايلات او الاجهزه الووتر بروف اللي هي بتستحمل الميه بس بدرجه معينه او بمده زمنيه معينه. مصدر الاستلهام بتاعي كان الكترونكس والفيوتشر او المستقبل. مصدر الاستلهام ده اشتغلت عليه عشان اقدر ان انا اعمل حاجه ازياء مستقبليه بس في نفس الوقت بتلائم العصر الحديث. الباليتا اللونيه اللي انا اشتغلت عليها كانت الاورنج الدافي والتركواز، واللونين دول لونين مكملين لبعض في الباليتا اللونية. أهلي طبعا كانوا داعمين ليا جدا من البداية في المشروع. الدكاترة بتاعتي كانوا برضو أكتر من داعمين، طبعا وافقوا جدا على فكرة أول ما اقترحتها عليهم، بس طبعا اتأكدوا في البداية إن دي حاجة مناسبة إنها تتعمل، إنها ما تضرش الشخص اللي لابسها. وفي نفس الوقت المشروع لما تنفذ فعلا يعني لقى قبول عدد كبير جدا من الدكاترة، وهم كمان يعني رحبوا بالفكرة وعجبهم التنفيذ والفنش النهائي. طبعا من البدايه انا ما اشتغلتش على حاجه زي دي لوحدي خالص، استعنت بمهندسين ومتخصصين. انا اخويا اصلا مهندس ميكانيكا باور، ساعدني جدا في الموضوع ده، وانا طبعا استشرته كتير جدا لان انا تخصصي في الاول وفي الاخر هو الفاشن اكتر من اي حاجه. بدات اعمل سيرش، وصلت لافكار كتير ممكن اعمل بيها الموضوع ده في البدايه، بس اكتر حاجه استقريت عليها وحسيت ان هي ملائمه هي الشرايح بتاعه الكربون فايبرز. الشرايح دي اصلا بتستخدم عموما في التدفئه والتسخين، وهي متغطيه من بره بطبقه عازله، طبعا بتخليه مش مؤذي خالص للشخص اللي لابسها. درجه الحراره مش كبيره نسبيا، يعني طبعا البشره تتحملها وما تاثرش في نفس الوقت على الماتيريالز بتاعه القماش. الشرايح نفسها اصلا من كربون فايبر، ودي اصلا ماده شبه القماش بالظبط، خامه مرنه جدا، سمكها شبه سمك طبقتين من القماش، وزنها في نفس الوقت خفيف جدا، في وزن شاحن موبايل تقريبا، فدي حاجه برده ما تاثرش على الشخص اللي لابسها في التقل. وفي نفس الوقت مش متوصله بالكهرباء، هي بتتشحن بباور بانك وبتشتغل عادي بيه جدا، ممكن تقعد شغاله لمده ساعتين ونص ثلاثه، وطبعا بعدها بيتشحن زي اي موبايل عادي. بعد كده الجهاز نفسه الخامه بتاعته مرنه ومتجربه ومتوافق عليها، يعني اصلا الكربون فايبر دي اوريدي خامه موجوده، انا مش مبتكراها، هي خامه موجوده بيستخدموها كمان في حاجات طبيه، وانا استخدمتها بالشكل ده في الفستان، فهي مش مؤذيه خالص للشخص اللي لابسها، ودرجه الحراره مش كبيره لانها متوزعه على 8 شرايح على حدود الجسم. لازم طبعا في مرحله الرسم الجو بيكون هادي نوعا ما، يعني لازم تكون الاجواء اصلا مهيئه جدا لحاله الرسم او الاستلهام. لازم احط الصوره اللي انا شغاله منها قدامي، لازم افكر كويس جدا في دماغي في الحاجه دي هتديني الشكل النهائي ولا لا. مرحله التخيل بتكون مهمه جدا في الرسم اكتر كمان من اي حاجه تانية. في نفس الوقت لازم الخطوط تبقى معبره عن اللي انا شغاله عليه. ممكن لو انا شغاله على حاجه عايزه اظهر الشكل حاد شويه، فببتدي ان انا اختار خطوط منكسره مثلا او خطوط حاده واشكال هندسيه، دي حاجه بتبرز لي الشكل الحاد شويه في الرسم. اما لو انا عايزه اظهر نعومه حاجه او اشتغل حاجه مثلا مصدر استلهامي فراشه مثلا، في الحاله دي هبتدي ان انا اختار خطوط منحنيه، خطوط ناعمه وانسيابيه تبين لي الشكل اللي انا شغاله عليه. دايما اي حد من صحابي لما بيجي يشتري لبس او حاجه كلهم بييجوا ياخدوا رايي في الموضوع، الالوان دي كذا مثلا هيليق عليها ايه، طيب ابتدي اختار ديزاين على اساس جسمي عامل ازاي. طبعا ده احنا بنبتدي نحدده على اساس نوع الجسم بتاع الشخص.